السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة Apprendre le français facilement. اليوم سنبدأ بالدرس الأول وهو الألفابي وتاني الأبجدية. فلنبدأ على بركة الله. Dans l'alphabet, il y a 26 lettres. في الأبجدية هناك 26 حرف. 6 voyelles. 6 حروف متحركة et 20 consonnes 20 حرفا ساكنا. Les voyelles sont A, E, I, U, O, Y. Je redis. Les voyelles sont A, E, U, O, Y. Les consonnes sont B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X et Z. والآن سننتقل لقراءة حروف الأبجدية. A A B B C C D D E E F F G G H H I I J J K K L L M M N N O O P P Q Q R R S S T T U U V V W W X X Y Y Z Z انتهى درسنا لليوم. لا تنسوا الاشتراك بالقناة وإلى حلقة أخرى إن شاء الله.